على بركة الله، درس ثنائي القطب وديفول ار سي. نبدأ بوضعية مسألة: كيف تشتغل مصابيح الدور في العمارات؟ كوضع مسألة المتعلمين، طبيعة الحال بعد النقاش الحاصلة هي كالتالي: تحتوي الدار على مركبة تخزن الطاقة لتمنحها وقت الحاجة. إذا ما هي هذه المركبة؟ فكنشاط وثائقي تعرف على هذه المركبة. بطبيعة الحال اللي احنا بينا الدرس اللي هو ارسل نشاط وثائقي في سنة 1985 45 ميلادية، وفي مدينة لايد بهولندا، استطاع الفيزيائي روشنبروك صنع أول مكتف كهربائي بواسطة قنينة من الزجاج، عرفت في التاريخ باسم قنينة لايد، وهي جهاز يمكن من تجميع الشحن الكهربائية الساكنة. حاليا وكما يبين الشكل واحد، تتكون قنينة لايد من قنينة من زجاج ملفوف عليها على التوالي من الداخل ومن الخارج ورقتان فلزيتان أو بي، تسمى الورقتان أو بي لابوسين مكتف، والزجاج هو الوسط العادي. عند ربط لابوسين المكتف بعمود كهربائي الشكل الإبهام، تنتقل الإلكترونات لتتجمع على اللابوس بي، فيحمل هذا الأخير كمية من الكهرباء سالبة بي، في حين يغادر نفس العدد من الإلكترونات اللابوس أ، تاركا مكانه شحنا كهربائيا موجبة كميته كي أ توافق الانتقالات مرور تيار كهربائي رغم وجود هذه بين النقصين. بعد مدة وجيزة تنتهي انتقالات عمل الشحن الكهربائي لينعدم التيار الكهربائي. نقول في هذه الحالة إن المكتف قد شحن. إذا كاستثمار لهذا النشاط الوثائقي نجيب على هذه الأسئلة، واذكر مكونات المكتف وما الخاصية الأساسية للمكتف. إذا المكتف مكونات ديالو درجات في هذا النشاط، فيتكون من لابوسين أغوطي وعازل نسميه بعازل استقطابي. ما هي الخاصية الأساسية للمكتف؟ فإنه يختزن الشحن حتى يأخذ قيمته القصوية، فينعدم التيار الكهربائي في الدارة. يعني التيار الكهربائي في الدارة، الخاصية الأساسية هو اختزان الشحن في بين لابوسين. ما هي إشارة كمية الكهرباء كي أو كي بي؟ طبعا الحال هنا كي بي فهي سالبة، في حين أن كي أ فهي بالتأثير شحنة موجبة. العلاقة بينهم هو أن كي أ تساوي ناقص كي بي، ناقص كي بي بالتأثير، لأنها بطبيعة الحال تطبيق قانون انحفاض الشحن، إذا ما تأثير المكتف على دار يمر فيها تيار كهربائي؟ إذا التأثير هو أنه يؤدي إلى تناقص التيار الكهربائي في الدارة إلى أن ينعدم التيار. في المقابل فإنه المكتف يشحن كليا حسب ما جاء في هذا النشاط، وهي الخاصية الأساسية له. متى يحدث هذا التأثير؟ يحدث هذا التأثير يعني انعدام التيار الكهربائي في الدارة، يحدث عندما يشحن المكتف كليا. كحصيلة من هذا النشاط هو أن المكتف يختزن طاقة ليمنحها وقت الحاجة. يعني المكتف ثنائي يختزن الطاقة ليمنحها وقت الحاجة. إذا نمر إلى المكتف، تعريفه ورمزه. فما هو المكتف؟ المكتف هو ثنائي قطب يتكون من موصلين متقابلين نسميهما لابوسين المكتف إزغماتيف، يفصل بينهما عازل استقطابي عندي إلكتريك، ويتميز بالسعة رمزه على عمودين متوازيين ومربطين أو قطبين. بنيته يتكون من مربطين بطبيعة الحال، ومن اللابوسين هما على شكل لا يتميز بمساحته S، ويفصل ما تفصل بينهما مسافة أ، وبينهما عازل استقطاب. من هذه الفيديو له بعض أشكال المكتفات التي تتواجد بين مجموعة من المركبات الإلكترونية، توجد على أشكال وحجوم مختلفة، حيث حجومها يختلف حسب
كمية الشحنة التي يمكن أن يختزنها حسب سعتها كما سأتعرف عليها حسب كمية الشحنة المخزونة فيه. فكيف ما كان الشحنة كبيرة إلا وكان كبير، لأن حجمه كبير يعني أنه يمكن أن يخزن شحنة لا بأس بها. وهنا يجب الالتزام بطبيعة الحال نأخذ الاحتياطات اللازمة سكيورتي إلكتريك. إذا نسير فقط على أن تميز بعض المكتفات بوجود مادة إلكترولية كعازل استقطابي قد يكون سائلا أو صلبا، تسمى مكتفات كيميائية وهي مستقطبة، يجب الانتباه إلى القطبين الموجب والسالب. الموجب والسالب. إذا نمر إلى شحن وتفريغ المكتف، أي تجبير شحنة التيار الكهربائي، يعني متى تكون موجبا من تجبير، يعني مقدار يمكن أن يكون موجبا أو سالبا، متى تكون موجبا ومتى تكون سالبا، هذا ما سنطر عليه في هذا الجزء الثاني اللي هو الشحن وتفريغ المكتف. إذا كنشاط تجريبي نجد التركيب التجريبي التالي، يتكون من مكتف قاطع للتيار يتكون من مولي قاطع للتيار، مكتف وفولت متر ثم أمبير متر ومقاول. يمكن أن نستعمل التركيب سواء في حالة الشحن أو في حالة الإفراغ. مثلا في حالة الشحن فإننا نغلق كأن ثم يبقى كإثنان مفتوح، تصبح الدار مكونة من مولد مقاومة أمبير متر مكتف فولت متر، ثم نغلق الدار كأن مفتوح، يعني أن هذا الخيط غير موجود غير موجود. في حالة الشحن أو في حالة التفريغ نغلق كإثنان ثم نفتح كأن، يعني نزيل المولد، فتبقى الدارة مكتف فينفرغ يفرغ في المقاومة R. إذا هذه هي المناولة التجريبية. إذا في حالة الشحن نفتح قاطع التيار كإثنان ونغلق كأن ونغلق كأن كما قلنا. إذا بمتابعة إبرة الفولت متر وإبرة الأمبير متر بطريقة حالة المناولة التجريبية، بمتابعة إبرة الفولت متر وإبرة الأمبير متر رصيف ما يحدث للتوتر بين مربطي المكتف وشدة التيار المار في الدارة، كيف تفسر شحن المكتف؟ إذا بين مربطي المكتف ماذا يمر يحدث للتيار؟ يحدث للتوتر أولا، في التوتر المكتف كيبقى الشحنة غالية وكتزاد على ما بين اللابوسين ديالو، في حين أنه فيحدث هذا فرق التوتر، فهذا التوتر يبقى يتزايد إلى أن يصل إلى قيمة حدية، إلى قيمة حدية هي توافق القوة الكهرومحركة للمولد. في حين مقابل فهنا التيار المار في الدارة يتناقص إلى أن ينعدم عندما يصل المكتف إلى عندما يشحن المكتف كليا. كيف تفسر شحن المكتف؟ ونفسر شحن المكتف من انعدام التيار الكهربائي في الدارة، انعدام التيار الكهربائي في الدارة. فيشير الأمبرمير إلى مرور التيار الكهربائي خلال مدة وجيزة تتناقص شدته إلى أن ينعدم، نسميه بتيار الشحن، ويتزايد التوتر إعب إلى أن يصبح مساوي للقوة الكهرومحركة المولد إعب بالتوتر كما قلنا. إذا ماذا يمكن أن نفسر هذا؟ فتنتقل بماذا يمكن أن نفسر هذا؟ فتنتقل الإلكترونات نحو اللابوس بي، نحو اللابوس بي الصراكة معنا كما هو في التسريبة بالشحن أو بالتأثير، يشحن اللابوس أ بشحنة موجبة نتيجة انتقال الإلكترونات نحو القطب الموجب المولد. الآن فقط هذا كتفسير. إذا عندما ينعدم التيار نقول إن المكتف مشحون، فيحمل اللابوس أ شحنة موجبة كي أكثر ذلك كي، واللابوس بي شحنة سالبة كي بي تساوي ناقص كي أ. إذا فالشحنة الكهربائية ما دام هي الشحنة الكهربائية حافظ فإنها كي أ بلس كي بي تساوي صفر، يعني أن كي أ تساوي ناقص كي بي، أو فقط على الاعتبار أو قانون حفاظ الشحن. إذا كتعريف لشحنة المكتف، فهي كمية الكهرباء المخزونة في المكتف وهي شحنة اللابوس الموجب للمكتف. هذا اصطلاح، اصطلاح شحنة المكتف هي شحنة اللابوس الموجب للمكتف، هذا اصطلاح، ونرمز لها بكي، ويعبر عنها في النظام العالمي الوحدات الكولوم ويرمز لها بسي. إذا ننظر إلى تفريغ التفريغ، مرحلة التفريغ، نفتح قاطع التيار كأ ثم نغلق كإثنان، فنقارن منحى مرور التيار الكهربائي مع منحى مروري عند الشحن. كيف تفسر التفريغ؟
إذا عندما قمنا بفتح كأن وإغلاق كإثنان يعني أزلنا المولد، فبقي لنا في الدار فقط المكتف والمقاوم. في هذه الحالة فالمكتف هو مشحون كهربائيا، مشحون وتعطف على مرته، هو في هذه الحالة فيصير يصبح هو يلعب دور المولد، فيمر التيار الكهربائي في عكس منحى مروره في مرحلة الشحن، حيث يمر من الموجب من قطبه الموجب نحو قطبه السالب. ونفسر تفريغ المكتف بماذا نفسره؟ بانعدام التيار الكهربائي وكذلك التوتر بين مرارته. إذا نحاول نلقاو الإجابة على هذه، نلاحظ مرور التيار عكس منحى اللي مر فيه أثناء الشحن، ونسمي هذا التيار، نسميه بتيار التفريغ، حيث الإلكترونات المتراكمة على اللافوس بي تغادر نحو اللافوس أ، يعني الإلكترونات تمر من القطب دائما من السالب نحو الموجب، في حين التيار الكهربائي سيمر من العكس، يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب. نقول إن المكتف ينفرغ، ينتهي التفريغ عندما يصبح إي كتساوي صفر، والتوتر بين المرتين يساوي صفر. إذا تمثل شدة التيار الكهربائي الصافي في الشحنات الكهربائية وتساوي ماذا؟ تساوي كمية الكهرباء الديكي التي تصل لنابوس المكتف على المدة دي تي المستغرقة للمصرف. إذا إي دي تي كتساوي دي كي سير دي تي. أوكي؟ هلا تريد ديجا تطرق عليه. يتم توجيه الدارة بوضع سهم يشير إلى المنحى الموجب لمرور التيار الكهربائي. نختار المنحى الموجب بحيث يدخل التيار من اللافوس أ، هو اللافوس موجب. فإذا مر التيار في المنحى المختار يحسب موجبا، نعتبره موجب في الحالة إكتس. أما إذا مر التيار عكس المنحى المختار يحسب سالبا، وفي إدارة بسيطة بطبيعة الحال. وكما ملحوظة هي نفس هذه، وجود تيارين كهربائيين لهما منحيين متعاكسين يستلزم اختيار منحى اصطلاحي موجب، عمليا نختاره يوافق دخوله من اللافوس الموجب. إذا هذا هو، إذا مثلا هذا مكتف وهذا اللافوس موجب، هذا فمنحى مرور التيار الكهربائي ودخوله نحو اللافوس يوافق دخوله اللافوس الموجب، فهذا هو اللافوس الموجب والدخول لاختيار كهربائي. وبتطبيق اصطلاح مستقبل فالتيار والتوتر لهما منحيان متعاكسان. إذا ما هي العلاقة بين الشحنات المكتفة والتوتر بين المرتين؟ نعم، كنشاط تجريبي ماذا؟ نوجد التركيب التجريبي أسفل المكون من ماذا؟ من مولد مؤمثل للتيار الكهربائي يعطي شدة ثابتة، شدة التيار ثابتة اي زيرو فوالا، وأمبير متر ثم فولت متر وقاطع للتيار. المكتف مولد مؤمثل للتيار وأمبير متر فولت متر وقاطع التيار وميقات، هذه العدة التجريبية. ماذا سنقوم؟ نضبط التيار اي زيرو على قيمة 0.3 ميكرو أمبير، ثم نقيس التوتر اي ابي بين المرتين المكتف كل 5 ثواني، كل 5 ثواني، وذلك بفتح نفتح قطع التيار في نفس الوقت نقرا عند كل 5 ثواني نقرا قطع التيار، ونقرا قيمة الفولت متر الموجود بين مربطي التوتر بين مربطي المكتف. إذا نوقف الميقات وفي نفس الوقت نقرأ هذه القيمة ديال التوتر بين مربطي المكتف. إذا بس على ماذا سنحصل؟ سنحصل على قيم ديال التوتر اي ار بي بدالة الزمن. بدالة الزمن لم نحصل على 3 إجابة، ولا الزمن ولا قيم ديال اي ار بي نحصلها تجريبيا. إذا كيف نحصل على كي ا؟ من طبيعة الحال فعندنا كي ا تساوي اي ار اي زيرو تي. إذا كيف نبينها؟ فنبين هذه على أن اي المعرض الدارة هو اي زيرو مش كيساوي دي كي ا، لأن يعني الشحن الموجب على دي تي كيساوي ثابتة. طبعا الحل نبحث عن كي ا، وذلك بحث عن اما قيم التكامل او سنه التكامل او الداله الاصليه، فنجد ان كي ا تساوي اي زيرو تي بليس كي زيرو. عمليا كي زيرو نعتبرها منعدمه كتساوي اي زيرو فوا تي، او كي ا تساوي اي زيرو فوا تي. اذا يكفي انني باش نحصل على كي ا نضربها في اي زيرو هي 0.3 ميكرو امبير، ونضربها في قيم ديال الزمن باش نحصل على كي ا. وهكذا نكون حصلت على كي ا واي ار بي. بعد ذلك على ماذا سنحصل؟ على حد الولادة في كي ا ثم اي ار بي. اذا كيف تتغير كي ا بدلة اي ار بي؟ نرسم تغيرات كي ا بدلة اي ار بي. اذا تمثيل المنحنى المعبر عن تغيرات كي ا بدلة اي ار بي هو رسم كي ا بدلة اي ار بي، هو عبارة عن دالة
خطية، عبارة عن دالة خطية. إذا يمكن أن نكتب أن نقول أن كي تناسب اضطرادا مع التوتر. إذا تتناسب الشحنة التي يحملها أحد لبوسي المكتف عادة، واصطلاحا هي اللبوس الموجب، الشحنة التي يحملها اللبوس الموجب اضطرادا مع ماذا؟ مع التوتر المطبق بين المربطين، ويسمى معامل التناسب بسعات المكتف، يعني كمية الكهرباء المخزونة في المكتف. إذا نكتب كي أ تساوي سي فوا إي أر، هو معامل التناسب، هو هذه السعة ديال المكتف بطبيعة الحال اللي كنرمزو لها، دونك تمثيل ميليان ديالها، دونك ميليانين نصف في هي نأخذ نقطتين و نحسب دلتا كي على دلتا إي أر ديفا نجد سي. إذا تطرقنا لشيء من قبل، إذا تحديد مليان من سعة المكتف، سعة المكتف المستعملة في الدراسة التجريبية السابقة تمثل المعامل الموجه المستقيم الذي يمثل تغيرات سعة المكتف إذا التوتر مطبق على مقدار، إذا سي كتساوي دلتا، سي دلتا كي على دلتا إي، إذا هو المعنى ديال الشيء. إذا نأخذ نقطتين الفرق ديالهم، الفرق ديال التوتر هيعطيني قيمة السعة هي 6 ميكرو فاراد، ديك السعة ديال الفاراد. وهناك بعض أجزاء الفاراد لأن الأجزاء أكثرية هما اللي كتستعملو، مكاينش عندنا مضاعفات، لأن هذه فقط هذه ديجا راهم سيارات كبار ميلي فاراد، وغالبا نجيب ميلي فاراد ولا ميكرو فاراد، نانو فاراد، هذه كلهم هذو الوحدات الاجزاء الفاراد هي الاكثر استعمالا، اكثر استعمالا. اذا نمر الى تجميع المكتفات، تجميع على التوازي، لدينا مكتفان على التوازي، تيار يمر في الدارة الرئيسية هي تفرق على فرعين، على فرعين اي ان و اي ب. اذا ما هو المكتف المكافئ لهذا التركيب على التوازن؟ السي ان، هي قيمتها هذه على السي ان و السي اذا. ماذا لدينا؟ لدينا بطبيعة الحال كي ان، الشحنة المارة في هذا الفرع هذا كتساوي السي ان فوا اي اب، اي اب بطبيعة الحال التركيب على التوازن سيبقى ثابتا بين بين ا و بي. نفس الشيء الشحنة المارة في هذا الفرع هذا كي اثنان كتساوي السي اثنان اي اب. وبالتطبيق قانون العقد في هذه النقطة هذه، إي كتساوي إي أن بليس إي دو. خلال المدة تكون الشحنة الكلية كي للمكتفين، كي كتساوي كي أن بليس كي دو. إذا بطبيعة الحال هذه واضحة، يمكن نجبرو هنا فقط نضربو في الزمن دلتا تي أو تي، بغينا نعتبر أصل الزمن هو صفر. إذا إي فوا تي كتساوي أن فوا تي بليس إي دو فوا تي، ومن هنا نكتب كي كتساوي كي أن بليس كي دو. إذا ماذا نجيب؟ دونك كي كي ان كتساوي سي ان اي ا بي، نعوض هنا سي دو اي ا بي، فوالا. ثم نجد ان سي ان بلس سي دو اي ا بي كتساوي سي ان اي ا بي، سي ان سي ان فوا اي ا بي، فوالا. هذه هي الشحنة الإجمالية المارة في الفرع الرئيسي. إذا ماذا يمكن أن نكتب؟ ثنائي القطب المكافئ لتجميع مكتفي على التوازي هو مكتف سعاتهم سي ان كتساوي سي ان بلس سي اثنان سي اثنان. ويمكن أن نعلم هذه النتيجة، كتعين النتيجة سعة مكتف المكافئ لتجميع التوازي لـ N مكتف هي C كتساوي مجموع المكتفات C، إذا C كتساوي C1 C2 C. والهدف من هذا التركيب هذا، والفائدة من التركيب التوازي، بطبيعة الحال حنا كبرنا سعة المكتف، ولكن في التوتر اللي بقى ثابت أو فرق جهد اللي بقى ثابت أو صغير. إذا نحصل بهذا التركيب على مكتف سعته أكبر، أي الرفع من السعة بتطبيق توتر ضعيف، نحصل على شحنة كهربائية كبيرة لا يوفرها كل مكتف على حدة. إذا ثانيا التجميع على التوازي، إذا في التجميع على التوالي، التجميع على التوالي، إذا لدينا مكتفان مركبان على التوالي، ما هي السعة المكافئة لهذا التركيب؟ إذا ماذا لدينا؟ فلدينا الشحنة تبقى ثابتة في هذا الفرع هذا، كي ان كتساوي كي اثنان، يمر في المكتفين مركبين على التوالي نفس التيار، وبالتالي نفس الشحنة المارة تبقى متساوية في المكتفين. إذا ماذا لدينا؟ نطبق قانون إضافية التوترات، دونك إي أ بي كتساوي إي أ بي بليس إي دي بي، إي أ بي، إي أ بي دائما لافريج كيمشي نحو إي، لافريج كيمشي من بي نحو أ، إي أ بي فوالا، إي أ بي فوالا الفريج من بي نحو أ، من بي نحو أ كيساوي إي أ بي، إي أ بي من دي نحو أ. بليس اي دي بي نفسه كتمثيل مطابق حتى التوتر اللي مشنا في السنوات اللي سبقت. ونعوض ماذا لدينا؟ اي ا دي هنا، هنا اي ا دي
اي ا دي ماذا تساوي؟ تساوي كي على سي ان، و اي دي بي كتساوي سي دي، كتساوي كي على سي دي، باعتبار ان كي ان كتساوي كي كتساوي كي. اذا نتوقع هذا الشيء، دونك اي ا دي كتساوي كي ان على سي ان، و اي دي بي كتساوي كي على سي دي، باعتبار ان كي ان كتساوي كي كتساوي كي. اذا اي ا دي كتساوي كي ان على سي ان بليس كي دو على سي دي، كتساوي كي فوا ان سير سي ان بليس ان سير سي دو كتساوي كي على سي. اذا ثنائي القطب المكافئ لتجميع على التوالي مكتفين سعتهما سي ان و سي اثنان هو مكتف سعته تحقق على ان سير سي كتساوي ان سير سي ان بليس ان سير سي، عكس كيف مشينا في المقاومه، المقاومه كان العكس هنايا، العكس ديالها في التركيب على التوازي، فان السعات تجمع وفي التركيب على التوالي، فان مقلوب السعه الاجماليه او المكافئه يساوي مقلوب مجموع السعات المركبه على التوالي عكس المقاومه. إذا تعميم هذه النتيجة بالنسبة لإي مكتف مركب على التوالي أنسر سي أن كتساوي مجموع أنسر سي أنسر سي أن بلس أنسر سي دو جيسكا أنسر سي أن، فوالا. إذا ما هي الفائدة من هذا التركيب على التوالي؟ نحصل بهذا التركيب على شحنة صغيرة ويتحمل توترا عاليا دون إتلاف المكتف.